طارق سلمان عالية الكرة الآن مرتدة إبراهيمي إبراهيمي يعود للوداع حسين بن عيادة أكرم عفيفي أكرم عفيف على طول للحارس سعد الشيخ ستكون طويلة هذه الكرة سعد الشيخ بالراس وبن عيادة الثاني إصابة لعبد الكريم حسن إبراهيمي الحكم يأتي مخالفة للدوري الجزائري ويطمئن عبد الكريم نلعب 18 دقيقة Thank you.